سمعت يا خويا سيمو، كم بقينا خويا في الوالده دات كل هذاك التيران، طلبوا لها واحد القدر مالي اللي ما كانش استطاع هذيك الساعه. هي قالت لهم واحد الثمن اخر وما ما بغاوش. بغات تفاهم معاهم، بغات تقول لهم باش والو. بغات تفاهم معاهم ولكن ما وشكون هادو، الطاس ولا شي فرقه شي جمعيه؟ هادو الاتحاد البيضاوي الطاس. الطاس، الطاس داكور. ودابا كره كره ندمو عليك، وحاش يعقلوا عليك ديك الساعه باقي صغير. المهم هادي نقول معاك هاد الفورماسيون، اه اصلا هاد المعلومه غادي يقولوا شي واحد داك اللي كان ديك الساعه واقف كيشوف فيك صغير، غادي اه تندم على الحال. كان تلقى معايا واحد السيد لا عرفتش سميتو، سميتو الريشي، كان هو في الطاس. كنا واحد النهار لعبنا الجنيور ديال الطاس مع الجنيور ديال الراجل، وانا ديك الساعه مع الراجل في 2016 2016 2017 صافي، وكان طحت حداه في البونتشوس. ملي طحت حداه في البونتشوس هو يقول لي ما كانوا قالوا لي راه ديك الدري ولد الحي وهادي، هو شافني كنلعب مزيان وهادي. ملي طاح هو بدا يسولني قال لي السلام، قال لي واش انت بصح ولد الحي؟ قلت لي اه راه ولد الحي وهادي. وقال لي كيفاش خلوك تجي من تما؟ قال لي كيفاش زعما دوك الناس ما واش ما شافوكش ولا ما بحال هكا؟ قلت لي راه، قلت لي راه ماشي، قلت لي راه داك الخير فيما اختاروا الله، راه اي حاجه بغالك سيدي ربي راه ماشي انت هادشي اللي غير كاين. يا حاج صاحبي. قلت لي راه، قال لي وراه عندك الزهر ما تزيدش في عينيا صغير هادشي يذكر واحد باقي صغير. وقول لنا، مشات دازت هذيك المرحلة، ما تقيتيش في ليكول، ما تقيتيش في ديك المدرسة ديال الطاس، فين مشيتي؟ كيفاش درتي باش كملت بديتي تلعب الكرة؟ وعاود لينا من بعد شنو وقع ديك الساعة، عندك 6 سنين 7 سنين. مشيت واحد النهار، مشيت لواحد دار الشباب حدانا هنا في حي عادل صافي. تما بديت مع عادي دار الشباب، غير ميني فوش ماشي تيران كبير، ولكن مرة كانوا كيلعبونا في تيران كبير صافي. بقيت تما هادوك دار الشباب لعبت معاهم واحد مدة طويل، لعبت معاهم حضر واحد 5 سنين. 5 سنين. ديك وهادوك الساعة بديتي معاهم انت شحال؟ 7 سنين 8 سنين على شحال؟ اي نعم بديتي معاهم. نقول عندي شي 7 سنين، عندي شي 9 سنين بحال هكاك، 9 سنين بديت في دار الشباب صافي. وهذوك دار الشباب فهمتي بحال كانوا تما، كانوا كنت باقي صغير وكانوا كيربحوني انا ما كنلعبش مع اللي قدي فهمتي، كيزيدوني يطلعوا فوق. يلعب مع ما كبر مني صافي. بقيت معاه، وهذوك دار الشباب ديال الحياة عادل كانوا ملي كتدخل لدار الشباب راك عارف مين يفوش وكيكون فوتسال وداك الشيء، كتولي تكنيك مفرج ليك مزيان يعني، كيعلموك التكنيك اكثر من من كونديسيون فيزيك و ورا واحد النهار ونقول انا راه خصني نلعب العصبة، خصني نلعب البطولة وهادي صافي. وانا نمشي واحد الفرقة في الطاس، كانوا جاو دو مع الوالد وهادي، ودو معايا الوالد حتى هو قال لي راه انت ولدي راه خصك صافي. هذيك الفرقة شكون هاد الفرقة اللي شكون هاد الفرقة اللي انت قلتي لها اللي مشيتي لها؟ اتحاد الرياضي، اتحاد الطاس نيت. لا ماشي الطاس، الطاس اتحاد البيضاوي اتحاد اها الرياضي اتحاد الرياضي. هي اه اها سي سي. لعبتي معاهم عام؟ لعبش معاهم عام، لعبش معاهم عام صافي. مورا ما توقعوش شي ممكن مشاكل، ما سنيتي ما والو، ما سنيتيش معاهم هذوك الفرقة ولا لا ما سنيش معاهم لا كونطرا لا والو، سنيش معاهم غير الجسم داكور. يلعب صافي. سنة العام قلت لهم راه طلع لي الدم في هذيك الفرقة وهادي، وهما بداو كيديروا النبازات وداك الشيء ديال صافي. من بعد وانا من بعد ريحت عام ما لعبتش. هما الريجي ما بقاتش دابا. شكون؟ الريجي هما الريجي لا ماشي هما الريجي كان شحال هذه تحيدات؟
الريجي بوحدهم تحيدوا شحال هذي كان شحال هذي ها حيت واحد السيد كتب لنا الريجي حتى هو عاقل على ماشي الريجي ماشي الريجي واحد السيد كتب لنا في الكومنتير واش الريجي ماشي الريجي هذه فرقه اخرى اه في الحياه راه هي اللي كدوز في كاع كل عام كدوز في الهواج كدوز البراجي صافي اف سي سي اف سي سي وكتبها نعم رايد اه صحيبك هذا صحيبك تبع معاه لاجون هذا لاجون ديالك اه سيدي الله يكمل بخير تحيه لاجون ديال محمد زريده رضا تبارك الله عليه اه صافي موراها عشان هضر هذا درود الحيته ودربنا فهمتي داكور اه كاين عايش في الالمان وكاين شنان صافي موراها ريحت عام اه حبس شو ما بغاوش يعطوك ورقيك دابا كانوا عطاو للوالد دابا هما كانوا اون كونتاكت مع الوالد خويا سيمو مشات لك عاوتاني ل سيمو كونيكسيون اخويا نقصات عاوتاني هاو هاي بدات ترجع كتمشي وكتجي خويا سيمو وي انا معاك طارق معاك ياك ما مشيتي تشرب دابا مزيان مزيان دابا مزيان انا عرفتي شنو انا يسحبني خرجتي من الكادر بس تشرب وترجع ما حيدتيش هذيك لا لا دونك كمل ما بغاوش يعطوك الوريقات ديالك ما بغاو يديروا معاك والو لا كانوا هما هم كانوا اون كونتاكت مع الوالي فهمتي معانا بعض واحد النهار عطاو الوالد الوراقي خويا سيمو العواج مرحبا اخوان كلهم مرحبا اه عطاو شي وراقي عطاو لي قال لي راك هادو ديهم لولدك يسينيهم كدا نسير مع المقاطعه يسينيهم مع الفلان اه انا عرفتي داك الاربيط نور الدين ابراهيم ايه انا اون كونتاكت مع داك السيد الله يعمرها دار وداك السيد هو اللي كان شادنا في دار الشباب وكان فهمتي كان الرئيس ديال ديك الجمعيه في دار الشباب فهمتي كنهضر معاه وهادي هو كان عارف المشكل اللي طرا لي معاه كان عارف المشكل اللي طرا لي معاه حط نار وانا نعيط ليه نهار جابوا لي الوراقي حيط لي قال لي وشنو صيفطوا لي صافي قال لي نجي عندك دابا جيت عنده ويشوف قال لي راه هادو هما ديالك الاصليين داكور قال لي هادو هما اليوم عطيوني وما بغاوش ما انا معروف هادي كيبغيو يديروا الشوك اللي في العقل وصافي